تمثل أعباء الحرب وما تلاها من أزمة مالية وشحة للسيولة النقدية أحد أهم الصعوبات التي تؤرق السلطات المحلية بمحافظة حضرموت وتحد من فعالية أدائها في مختلف القطاعات. لكن هذا لم يمنعها من إيلاء اهتمام لا تغفله العين لقطاع التربية والتعليم. فالمتتبع لخارطة المشاريع التي نفذتها خلال العام المنصرم سيجد أن جزءا غير عادي منها ذهب باتجاه دعم المشاريع التربوية والتعليمية بتكلفة مالية تجاوزت 2 مليار ريال. الأخ المحافظ أعطى قطاع التربية والتعليم العناية الكبيرة في مختلف الجوانب، إن كانت مشاريع البنية التحتية وكذا، ووضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع مختلفة على مستوى المحافظة، منها استكمال صفوف إضافية وبناء صفوف أيضا جديدة، وكذا جانب المعلم، حيث تم التعاقد مع أكثر من 5000 معلم متعاقد على حساب صندوق دعم التعليم ساحلا وواديا. الأمر لا يتوقف عند استحداث المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها في المدن الرئيسية وذات الكثافة السكانية، بل يتعداه ليصل للمديريات البعيدة والمناطق النائية ممن حرم أبناؤها سابقا فرصة الالتحاق بقطار التعليم لغياب المدارس أو لمحدودية مقاعدها إن هي وجدت. من خلال تتبعنا أيضا العملية التعليمية فيما يتعلق بالمناطق النائية، أصبح أكثر من 70% الآن استقرار تعليمي في مناطق الأرياف. اليوم نفتخر في حضرموت أنه في يبعث التعليم إلى الثانوية العامة. الضلع حجر، هذه المناطق كانت محرومة حتى فيها التحصيل العلمي. شركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال بالمحافظة أسهموا بدورهم في الآونة الأخيرة في إسناد العملية التعليمية عبر المساهمة في صندوق دعم التعليم، ما يساعد السلطات في تأهيل الكوادر التدريسية وتطوير قدراتهم، ناهيك عن دفع رواتب آلاف المتعاقدين لسد العجز في المعلمين. نجاح السلطات بالمحافظة في إيجاد عملية تعليمية هي الأكثر استقرارا بين نظيراتها في البلاد دفع بالحكومة وللعام الثاني على التوالي لإسنادها مهمة الإعداد لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، ليس فقط لحضرموت بل ولمحافظات مأرب وشبوة والمهرة وإرخبيل سقطرى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.